التانجو الفلامينكو. انت زفت يا بتاع البيانون، وقعت دماغنا. اللي انا اعتدته مع نفسي من زمان، من اول ما اتعلمت الجيتار، ان انا كل شوية تجيلي حالة معينة اقعد معاها فترة شوية. يعني في الاول خالص ابتديت كلاسيك، فابتديت كلاسيك خالص بالصوابع، يعني اللي هو كلاسيك بقى باخ وبتاع والنقر بالصوابع كله، وموسيقى كلاسيكية وخلاص. بعد كده ابتدت الارتام تظهر، وابتدت الاغاني، ومع الارتام والاغاني ابتدت يعني شوية حاجات كده على الكلاسيك برضو لسه، وابتديت اعزف بالريشة على الجيتار الكلاسيك. بعد فترة الجيتار الالكتريك اخدني، الجيتار الالكتريك اخدني، وبدأت ادرس نظريات موسيقى ومودرن، وابتديت اعزف مع فرق بتعزف موسيقى حديثة، لان الموسيقى الحديثة الجيتار الالكتريك فيها عنصر مهم جدا وممكن يضيف كتير. فابتديت بقى اهتم بالجاز ومثلا الموسيقى الغربية البوب، الموسيقى الخفيفة، وابتديت مرحلة الالكتريك، وكده كان الآلة المفضلة عندي، ولا زال كان عندي برضو الكلاسيك. ويعني بقى كل شوية كده ما بقى بس فاضي امسك الكلاسيك عشان اطلع عليه حاجة او اعمل عليه موسيقى، انما ما كانش بغرض ان انا اعزفه يعني باتقان. يعني بعد كده جات لي مرحلة الفلامينكو، اتهوست بالفلامينكو، فاتهوست بالفلامينكو، ابتديت اتعرف على الاعلام بتوع الفلامينكو والناس اللي برعت في هذا الفن الجميل، وابتديت اعرف كتير عن الفن نفسه، وابتديت اعرف كتير عن قوالبه وعن ادائه وعن طريقة العزف والتكنيك بتاعه والروح بتاعته، لان اهم حاجة في الفلامينكو حاجة بيسموها الايري. الايري يعني المود او الروح او الهوى اللي حوالين الفلامينكو. يعني مش شرط انك تعزف الحاجة ميكانيكيا، يعني ممكن تبقى بتعزف الحاجة ميكانيكيا 10/10 وتبقى التكنيك بتاعك 10/10 كل حاجة، بس ما عندكش روح خالص، بتفقد تماما المستمع اللي قدامك في الفلامينكو. فاتعلمت حاجات كتيرة في الفلامينكو، وعرفت الاعلام بتوعه، وعرفت فايدة الجيتار في الفلامينكو ايه، وابتديت اعزف شوية قوالب من الفلامينكو. وبعدين ما استهونيش بقيت القوالب، يعني بقيت القوالب ما كنتش مهتم بيها قوي، اللي انا عجبني من الفلامينكو عزفته. وبعد كده رجعت تاني للالكتريك، وبعد كده عملت شوية على الجيتار الاكوستيك. يعني كل ما كان الواحد بيبقى عنده ميول يعمل حاجة بيعملها، وبعد كده بيرجع لها تاني، يعني مفيش حاجة بتضيع، وكله بيضيف لكله. يعني لو انت هتعزف جيتار فلامينكو وعزفت شوية مودرن مثلا، وعزفت شوية جاز، وعزفت شوية بوب مثلا، وعزفت اغاني، كل ده هيصب برضو في فنك وفي الفلامينكو. لو انت عزفت موسيقى حديثة وتعلمت فلامينكو وكلاسيك والكلام ده كله، كل ده هيصب تاني جوه اللي انت بتعمله بالظبط، فما فيش حاجة بتضيع. فخلي نفسك كده عامل زي النحلة، كل ما تحب نوع معين من الموسيقى اعمله، يعني مفيش اي مشاكل، دوق واعرف طعمه ايه، لغاية ما تستقر على الحاجة اللي انت بتفضلها، وتبقى عندك الاولويات بتاعتك، نمرة 1، نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4. انا لازال عندي حب الفن الفلامينكو، لازال عندي موجود كما هو، وبحب من وقت للتاني اعمله. فبعض الاصدقاء على الصفحة بتاعتنا بتاعت اليوتيوب زعل شوية، قالوا لي انت يا عم انت بقالك فترة ما مسكتش الجيتار، يعني الكلاسيك اغلب الناس اللي بتسمعك بتعزف كلاسيك. فطبعا انا عايز اقول لهم الناس ديت، انا ما انسيتش الكلاسيك ولا حاجة، ده طبعا ده يعني في قلبي برضو، ولكن مش شرط انك انت يعني اللي هعمله على الجيتار الالكتريك انت ممكن تاخده تعمله على الكلاسيك برضو، واللي هعمله على الكلاسيك ممكن واحد بيعزف الكتريك يعمله على الالكتريك. فمفيش عقبة بين العلوم، النقل بين العلوم، بين انواع الجيتار المختلفة، كله هيفيد حصيلتك الموسيقية، وكله تقدر تعمل عليه حاجة. بالنسبة بقى لإخواننا بقى بتوع الجيتار الفلامينكو أو الجيتار الكلاسيك، أنا هديهم النهاردة هدية كده صغنطوطة. هنعمل قالب من أسهل وأجمل قوالب الفلامينكو. القالب دوت بيسموه التانجو. التانجو مش التانجو الأرجنتيني، خلي بالك في تانجو اسمه التانجو الأرجنتيني اللي بيرقصوا عليه دوت، اللي هو ده تانجو، ده نوع من الموسيقى اتولد في الأرجنتين، ورقصة شهيرة جدا اسمها رقصة التانجو. التانجو الفلامينكو لا، ده حاجة تانية خالص.
ده عبارة عن الـ زي ما تقول كده رتم تربيع، يعني مربع، هو عبارة عن 4 موازير او اربع يعني 4 عدات بيعدوها دايما السقفة بتاعتها، بتجيب ببطن الايد بتاعك على بطن الايد التانية، ببطن الايد ببطن الايد، وفي ناس تانية بتعمل بـ3 صوابع على الكف، دي بيسموها بالما ودي بيسموها سوردة. في عندهم حاجة حادة اللي هي السوردة دي، وفي البالما بتبقى زي خبطة بيز كده. دي التانجو، الايقاع بتاع التانجو. ليه بقى؟ هنسمع مع بعض التانجو بيبقى عامل زي هم 4 كوردات، ري مينير دو ماجير سي بي مول ولا. دوت البالو او قالب بيسموه بالاسبانيه البالو، القالب التانجو، من ألذ واجمل القوالب بتاعت الفلامينكو، اسهلها واقربها لينا احنا كعرب، لان زي ما قلنا الايقاع رباعي، فالايقاع رباعي احنا دايما واخدين على الايقاعات الرباعيه من دمنا يعني، فمش ايقاع شاذ قوي من الايقاعات الشاذه بتاعت الفلامينكو اللي انت بتعدلها عد كتير وبتاع، لا لا لا، ده مربوع خالص وظريف جدا وجميل قوي. ف بيغنوا عليه كتير، وفي اغاني كتيره طلعت انتوا ممكن تكونوا بتسمعوها ومش عارفين ان ديت معموله على المقام التانجو الفلامينكو دوت. طيب نعمل ازاي الحته الجميله ديت؟ اولا لازم اخد على حاجه اسمها الراس جيازو. الراس جيادو ده هيتعمل بـ3 صوابع دول، والصباع دوت هيسند على الوتر السادس. اللي بيحصل ان انا بمشي الـ3 صوابع 1 2 3 1 2 3 1 2 3. لو تلاحظ بص، بمشيهم هما الـ3 ورا بعض، بس خلي بالك بقى، بعمل 1 2 والتالت بكون ضميت الصباعين التانيين عشان استعدادا للجديده، عشان استعدادا للخبط الجديد، لو للايقاع الجديد، لان مش عايز اخد وقت في ان الـ3 يبقوا مفرودين وتني، خلاص خلاص ضاع مني الوقت. طيب هنجربه الاول على اوتار هنقفلها نكتمها بايدينا. خلي بالك صباعي الابهام ساند على الوتر السادس، انت ما بتعملش افق كده يعني، ما تخليش صوابعك عمودية على الاوتار، خليها بزاوية. ممكن ترجع الصباع السبابة واحدة تبقى رابعة، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. جرب بقى في الايقاع ده كتير كتير كده لغايه ما تتقن الراس جيادو. في حلقه احنا عملناها عن الراس جيادو او راس غلياد، دور على الحلقه ديت هتلاقي فيها انواع كتيره من الراس جيادو، بس احنا هنستعمل دوت النهارده. ابتدي بقى جرب مع الكوردات.
تمرينين هنعملهم. ده أول واحد. تاني تمرين ده الكوردات اللي أنا هعملها في المقطوعة ديت. أول كورد الريمينير الوضع المفتوح، تاني كورد دو ماجير الوضع المفتوح، تالت كورد عبارة عن سي بيمول اللي بيحصل من الصباع الأولاني على الوتر الخامس على أول خانة، بسيب الري اللي بعدها، وبعدين بعمل بعد كده تاني الوتر التالت بالصباع التالت على الخانة التالتة، وبعد كده صباع الرابع على الوتر التاني في الخانة التالتة، فبيبقى عامل كده. الوتر الحر الري ده كمان لما بيرن بيدي ليه طعم كده. طيب اخر كورد اللي هو اللاماجير، عندك اختيارين انك تعمل صباع اتنين تلاتة فوق بعض كده، بس بقى في الفلامينكو ما بيحبوش يعملوا الكورد ده بالاتنين، بيعملوه بصباعين اتنين بس، ما بيعملوش بثلاث صوابع، لان محتاجين الصباع التالت دوت يعملوا بيه حاجه تانية او يجهزوا بيه حاجه تانية. بكتم الوتر الرابع في الخانة التانية والوتر التالت في الخانة التانية بالصباع نمرة واحد، تأكد ان هما بيرنوا، وبعدين الوتر التاني بحطه بالصباع التاني، فنبقى عندي صباعين بس، عامل كده حاجة زي شبه بارية. ده كورد الله ماجير، لو اتعودت عليه بالمنظر دوت مش هتحتاج تعمل ابو ثلاثة ده كتير، يعني هو ده خلاص، ده هيبقى الوتر الكورد الله ماجير في الوضع المفتوح بالنسبة لك. فهو بالظبط عبارة عن التدويرة بتاعت الكوردات ديت، هتبقى ري مينير دو ماجير سي بيمول ماجير لا ماجير. حاول تعمل الكوردات دي كتير ورا بعضها، حتى ضربة واحدة، وانقل وانقل وانقل. الناس اللي كانت بتسالني عايزه تتمرن على الكوردات، ايه احسن طريقه اتمرن بيها على الكوردات؟ احسن طريقه اللي احنا بنقولها دلوقتي دي، انك انت تعزفها في سياق عد ما تخرجش عنه. لو لقيت نفسك بتخرج عنه لانك مش قادر تلحق تنقل، ده معناه انك انت مسرعه، حاول تبطئ اكتر لغايه ما تجدهم. اللي انا بعمله دلوقتي يا جماعه ده مش انا بطيء ولا حاجه، ولا ان انا بضيع وقتي، ولا ان انا مش هوصل بالاسلوب دوت، لا خالص، ده انا بخلي صوابعي وعقلي يشتغلوا حاجه بيسموها المسل ميموري، مسل ميموري او ذاكره العضلات. انت بتمرن صوابعك ان تعمل الوضع دوت في الريمينير، الصوابع هتفضل تفتكر والعضلات هتفتكر، وده هتعمله لما تيجي تعمل الدو ماجير، بس كله مع عد، وده مع السي بي مون ماجير، وده مع الله ماجير، كل دوت صوابعك بتفتكر والعقل بتاعك شغال والاعصاب شغاله. بعد كده هتلاقي نفسك بتسرعها وانت مش دريان، هي بتسرع لوحدها، انت ما بتتعمدش تسرع، فتمرن بطيء عشان توصل للنتيجه اللي انت عاوزها، وهي لوحدها هتسرع نفسها. يا ما سمعت الكلام ده من مدرسين الجيتار بتوعي، تمرن بطيء عشان هي هتوصل، وانا طبعا مستعجل، مش عايز، ما بوصلش الحاجة بالسرعة، باستعجال والسرعة ما بوصلش الحاجة، بالبطء بوصل لكل اللي انا عاوزه. فحاول تهدى كده وتطمن، طول ما بدأت هتوصل، مفيش حد ما بيوصلش ان شاء الله، كله بإذن الله طبعا، ولكن القاعدة ان ربنا حطها في الدنيا انك انت لو اجتهدت هتوصل، مفيش خيار يعني، واخد بالك. فان شاء الله هتعمل التمرين ده ببطء كده، هتلاقي نفسك في الاخر وصلت انك انت تعمل الكوردات دي. طيب هنعمل بقى التانجو بقى، نتخيل ان احنا هنعد التانجو دوت، هو عبارة عن اربع زي ما قلنا كده اربع اطقم. فمثلا اول طقم بيبقى شوف ديت عبارة عن فاصول لا، لازم الحق اعملها بسرعه. واعمل بعدها واحده لا عشان ااكد ان انا وصلت خلاص.
اخر واحده اللي هي اللي فيها اربعه. ورونا شطارتكم، عاوز اسمع منكم احسن تانجو بالاربع كوردات دول. واشوفكم الحلقة الجاية.